في قضية واحدة بس أنت راح تذكرها. وقتها قابلتني في شهر 3 2017. على لا قناة الكوت. الكوت أوكي. بالضبط كنت قاعد أتكلم عن قضية اللي هي مكتب لندن. تذكرها؟ أوكي. صدر فيها كان أعتقد حكومة أو شيء. كنت أذكر إن السكوتلاند يارد مكتب الصحي بلندن في سرقة وفي 4 متورطين بذاك الوقت ذكرتها. وكان نفس الشيء. ليش ما تفتح مكتب ألمانيا؟ قلت يا جماعة أنا فاتح مكتب ألمانيا، لندن، فرانكفورت، وواشنطن، أمريكا، ألمانيا، فرنسا، ولندن، كل مكاتب الأربعة كلهم دون استثناء. قلت مكتب لندن سكوتلاند يارد دشوا وأثبت في 4 متورطين، باقي صدر حكم المحكمة توه قبل أيام إنه غرموا المتهمين والمتورطين إنه يردون 22 مليون جنيه استرليني لخزينة الدولة، يعني 11 مليون. وأربع متورطين نفس ما قلت. كانوا شو يقولون؟ ليش ما تفتح مكتب ألمانيا؟ أنا قاعد أقول لهم فتحت مكتب ألمانيا ولندن وفرنسا وأمريكا، ليش ما تبون أحط لندن؟ ومن كان يبث؟ بعضهم من اسمهم المجموعة هذه؟ مجموعة اللي هي مجموعة أو جروب مجموعة 80. ليش ما تفتح مكتب ألمانيا؟ يا جماعة فاتح الأربع مكاتب. وحققنا بربع مكان الحين يوم طلع 80 ايش علاقتهم؟ يعني كانوا يشككون، وفي ناس منهم كانوا يقولون ان ليش تروح على مكتب لندن؟ قاعد اقول لهم يا جماعه انا فاتح كل المكاتب الصحيه. لا بس عفوا عشان لا بس عشان المجموعه 80 كمجموعه بالمناسبه واحد من اثنين كم واحد منهم ولا ناس منضمين لهم عشان لا ينحسب على المجموعه؟ ناس منضمين لهم ولا رسميا المجموعه قاعد تقول لك ليش ما يصدروا بيان؟ قاعد يطلعون هم بتصاريح في منهم قاعد يتكلم ليش ما يفتح مكتب ألماني؟ قلت نعم فتحت مكتب ألماني، بس أنت شو ضرك لما أفتح الأربع مكاتب؟ وكا كلامي طلع صح. متى طلع صح؟ طلع صح بعد 4 سنوات الحين طلع صح 100%. شو طلع صح؟ في شنو؟ في حكم؟ المؤبد لأربع ناهبين المال العام في قضية اختلاسات مكتب لندن الصحي بالكويت ولا برا؟ برا بس الحين طاربينهم الانتربول. أوكي. وإعادة 22 مليون جنيه استرليني، 11 مليون دينار كويتي.